الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ورحب بكل ساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وصفه جديده ان شاء الله من وصفات مع على برنامج المطعم. اي اسئله واي استفسارات احنا جاهزين لاي حاجه تحت امركم. ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، من اي تليفون محمول 1710 ومن اي رقم ارضي 09917. هنعمل النهارده ثلاث وصفات. عندنا النهارده وصفه بسمنه الهانم، هنعملها النهارده باذن الله ملوخيه بالجمبري. عندنا النهارده اتطلبت مني الاستاذ يوسف كان طالب مني، والاستاذه نادين كانت طالبه مني طاجن الكوارع بورق العنب. هنعمله النهارده مع بعض بطريقه بسيطه جدا وسهله. والسبرينج رول هنعمله بدقيق القمح، ونشوف ازاي هنقدر ان احنا نطلعه مع بعض بطريقه صحيه جدا. تعالوا نبدا الحلقه مع بتاعتنا النهارده، ودي ده المنيو بتاعنا بتاع الحلقه، وخلينا نشوف الحلقه نبدا بيها ازاي. اول حاجه احنا جبنا الكوارع، جبنا الكوارع امامي ومخليه، وعملناها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، سلقناها لانها طبعا بتاخد وقت معايا. كوارع مخليه نظفناها كويس جدا وجبناها مخليه من عند الجزار. والكارع الامامي ما بيخش تسويه، اهم حاجه ما تحطلوش ملح خالص، تكوني نقعاهم اول ما تجيبيهم في ميه كتير وملح، اسف، ميه كتير وعصير ليمون، ميه وعصير الليمون، والقشر الليمون نفسه تحطيه مع الميه. ده اول حاجه خالص. بعد كده بتقوم واخداها وحاطه ميه سخنه عندك على النار، ضايفه لها الكوارع، وحاطين فيها الطماطم مبشوره، حاطين فيها بصل مكعبات، حاطين فيها حبهان، حاطين فيها ورق لورا، حاطين فيها فصين اتنين من المستكه يديها طعم حلو جدا. وسيبناها عندي على النار مع حبوب فلفل اسمر من غير ملح خالص، وبنسيبها على النار لحد ما تبدا ليها تستوى معايا. والشوربه تلاقيها بدات تبقى لونها ابيض، ما تبقاش الشوربه شفافه. تاكلي شوربه كوارع افضل، بلاش نكتر الميه في شوربه الكوارع بالذات زي ما حضرتك كده شايفه. بعد ما بتتسلق معايا بنقوم حطيناها شويه الملح الصغيرين. طيب هنا بقى بنبدا نعمل عندنا ورق العنب. في حاجه مهمه جدا جدا، لو انت جبتي ورق العنب اللي هو الكمبوت لازم حضرتك تشطفيه اكتر من مره، او تنقعيه اكتر من مره في الميه، لان بيبقى فيه نسبه من الملح زي الماده الحافظه. فانا بعمل ايه؟ بقوم واخد على فكره ورق العنب المتكفف ده واقوم حاطه في الميه، وبعد كده بعد ثلاث ساعات اقوم مغير عليها الميه، واقوم حاط لها ميه ثانيه، وهكذا لحد ما الملح يبقى مش موجود تماما في الورقه نفسها بتاعت ورق العنب، لان الملح ده بيخليها كمان لما تيجي ناكلها تلاقيها بتشد معايا. فده النقطة ديت مهمة جدا تخلي بالك منها. بننقعه أكتر من مرة لحد ما نشيل منه الملح تماما. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، عندي نص كيلو من الرز، عندي بقدونس ده الحشو نفسه بتاع المحشي، بصل مبشور، بهارات محشي، بقدونس، شبت، كزبرة، بس. خلطة حلوة قوي، وفي الآخر إن شاء الله هناخد لها ليمونتين اتنين هنقوم عصرنا عليها من فوق بعد ما نخلص الطاجن ده. الرز طبعا احنا بنجيبه وبننقعه في الميه لمده 10 دقائق، وبعد كده بنبدا ان احنا نصفيه ونبدا ان شاء الله ان احنا نشتغل بيه. معانا اتصال تليفوني. الو الو الو. ايوه سل... ايوه يا فندم، السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. انا عمار. ازيك يا عمار، عامل ايه؟ الحمد لله. ينفع اسالك على كفته الحاتي؟ ايه؟ ينفع اسالك على كفته الحاتي؟ اه طبعا يا حبيبي، طبعا تسالني اللي انت عايزه. الحاتي. حاضر يا حبيبي، من عينيا. حاجه تانية يا عمار؟ شكرا يا حبيب قلبي، شكرا يا عمار، مع السلامه. هنا بحط عندي، خلينا ناخد نص الكميه، رز ونص الكمية لحمة. ادي حط عندي اللحمة المفرومة، عندي بصل مبشور اللي في الخلطة، وعندي بعد كده شوية بقدونس مفرومين، وبعد كده الشبت المفروم وكزبرة مفرومة، تمام. وعندنا شويه الايه البهارات،
فلفل اسمر، وبعد كده بنقوم حاطين عندنا الايه؟ الملح. ناخد كل الخلطه دي مع بعضها ونبدا اللي احنا نسمغها عشان هنحشي بيها الورق العنب. اهي بالراحه خالص. في ناس بقى ساعات بتزود عليها دبس الرمان برضو زي ما انت عايزه، لو عايزه تزودي عليها دبس الرمان مفيش اي مشكله خالص. الرز لازم يبقى منقوع عشان يتسمغ معاكي كويس جدا. تمام اهو. يا ريت تسيب الخلطه دي شويه في التلاجة وبعد كده نبدا اللي احنا نحشي بيها. ادي الخلطه اهيت بتاعه المحشي، ورق العنب اللي احنا هنعمله، اللحمه المفرومه، البقدونس، الكزبره، الشبت، الملح والفلفل والبهارات والبصل الايه المبشور. دي الكميه دي ما شاء الله تعمل لنا ايه؟ بعمل لك الكميه اللي تعمل الحله اللي قدامك ديت. معايا اتصال تليفوني. الو الو الو. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا جنة، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا حلو الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبتي. كله تمام ان شاء الله، ربنا يحفظك يا حبيبتي. ايوه يا جنة سامعك. انا كنت عايز اسال عن طريقه المكرونه البشاميل. حاضر يا حبيبتي من عينيا. انت عندك كام سنه يا جنة؟ 12. 12 سنة. حاضر من عينيا الاثنين. نعم هقول لك على الطريقة. حاضر يا حبيبتي، مع السلامة. تعالوا نعمل شوية دول. الجزء اللي طبعا اللي هو بيلمع ده بيبقى لتحت، والخشن ده بيبقى ايه؟ لفوق. تمام؟ ناخد اتصال تليفوني. الو الو، مساء الخير يا شيف. مساء النور يا فندم، ازيك يا شيرين؟ معلش اسالك حاجه، هو حضرتك ما بتحط السمنه ولا زيت في الخلطه؟ لا لا خالص، دي ملهاش زيت ولا سمنه، لان فيها لحمه مفرومه، فاللحمه المفرومه فيها نسبه من الدهون. تمام؟ شكرا يا استاذه شيرين. لكن اللي هنحط خلطه في الخلطه سمنه او زيت، ده في حاله ايه بقى؟ لو انا عاملها من غير لحمه، لكن اللحمه فيها دهون، فهحط فيها زيت وسمنه ليه؟ بص مسمغة ازاي. بلاش نكتر عشان ايه ما تفتحش مني. اصبع ونحط فين؟ في الورق. نصبع اهوت ونحط فين؟ في الورق. الموضوع في منتهى السهولة. تمام؟ بعد كده بنقوم واخدين عندنا الورقة ديت اهيت، ومطبقين ديت ومطبقين دي. ونضغط الضغطه المحترمه دي. تمام اهي، بص كده اهو، ودي كده، ونقوم واخدينها. بص الزيادات دي كلها تجمعيها لتحت كده وانا بضغط. تمام، ضغطه محترمه عشان تطلع معايا مظبوطه زي دي اهي. نعمل واحده تانيه. اسهل حاجه يعني، الموضوع مش مستاهله يعني، لو انت الموضوع صعب معاكي في اللف. تمام، الورقة اللي فاتت دي كانت ايه متقطعة شوية، لكن ايه دريناها مفيش مشكلة. الو الو. ايوه يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك يا فندم، ازيك استعبير؟ ايوه يا استاذ عبير سامعك. الو، طيب معلش حاول اتصل بينا تاني يا استاذ عبير. ادي عندنا الايه المحشي اهوت، بعد ما تلف معانا بنبدا اللي احنا ناخده بالشكل ده اهوت، ونبدا اللي احنا ايه نسيبه عشان هنبدا ناخد عندنا محشي ال ده كبيره قوي، فلازم نصغرها شويه بصراحه اهي. نحاول بقى نجيب الايه شويه مش متقطعين، لازم يتنقع في الميه، ده اهم حاجه في الموضوع عشان الملح. استاذه شيرين محمد معلش، انا أيوة بعمل صدور الرومي
زي العرق اللحمه البارده، بس لما بقطعه بيفرول. اه انت عملتيه انت كده تسويه زياده صح؟ مش عارفه، ما انا بسالك عشان كده. اه ما هو كده تسويه زياده طالما فرول منك، يبقى ده تسويه زياده، تخلي بالك بقى. فممكن تاخديه بقى زي الشاورما بالظبط، ممكن تعمليه وتعامليه نفس معامله الشاورما، تقطعي له بصلايه شرايح وفلفل الوان وشويه بقدونس مفرومين، هيطلع معاكي زي الفل. بص المحشيه اهيت لذيذ والله، محشي ورق العنب. تمام، بص التزميغه بتاعت الايه الحاجه عامله ازاي، في ملفها كده اهوت. نحطهم كلهم جنب بعضهم كده. بعد كده بنبدا اللي احنا نعمل ايه، نجيب عندنا الكوارع اللي احنا عاملينها وسلقينها هنا في الميه السخنه زي ما قدام حضرتك ديت، تاكلي صوابعك وراها زي ما اتفقنا، ما نكترش الشوربه فيها. تمام، نلم بقى اشيائنا وبعد كده نبدا ان شاء الله نبدا نحط وحش ورق العنب معانا. طيب هجيب عندي الحله بتاعتنا، حله تكون عمودي كده، انت فاهم ازاي؟ يعني ما ينفعش الحلل ديت نعمل فيها الحاجه، او ممكن تعملي في طاجن لو عايزه تعمليها في طاجن. حط عندي سنه زيت بسيطه جدا في الحله، بعد كده اهوت بقوم جاي فرشه كده اهوت ونيه وندهن بيها الحله كويس قوي. تمام يا باشا، تمام يا باشا. بنروح جايبين عندنا الكوارع بتاعتنا، نقوم واخدينها بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم حاطينها فين؟ بص خلاص هي استوت، هي استوت خلاص، بص عامله ازاي؟ ان شاء الله دايبت اهي. نقوم حاطينها هنا فين؟ ما شاء الله، حاطينها تحت هنا. انها حسب طبعا التسويه، طبعا لو عندك حله ضغط هتاخد معاكي حوالي ايه اقل من ساعه يعني، لكن لو ما فيش حله ضغط هتاخد معاكي في حدود ساعه ونص، ساعتين الا ربع، حاجه زي كده. سيبيها خالص تتهري وما تحطلهاش الملح بتاعها الا في اخر حاجه. تمام كده، شويه الشوربه دول بنعمل فيهم ايه بقى؟ مش هشربهم، هقوم حاططهم هنا وهقوم حاطط عليهم الميه السخنه بسم الله الرحمن الرحيم، عشان انا محتاج شوربه كتير عشان هسقي بيها محشي ورق العنب. ونسيبها يا باشا عندي على النار لحد ما تغلي معايا. هنا بقى بجيب عندي معلقه صلصه كده متسبكه صغيره ونحطها كده على ايه؟ من فوق، صلصة عادية زي اللي انت شايفاها دي، فاهمة ازاي؟ ونوزع عندنا الكارع، نوزعها على الكوارع المخلية والمسلوقة. بعد كده بنقوم جايبين عندنا المحشي ونبدأ اللي احنا نرص يا باشا من هنا في الحلة، واحدة عكس التانية، يعني كل صف عكس التاني، كل صف مطلع عكس التاني. نقوم واخدين عندنا الشوربه بتاعت الكوارع ديت، ساقين بيها ورق العنب وحاطين عليها سلايز ليمون وفصين اتنين توم من فوق وشويه زيت صغيرين عشان يطلع معايا مفلفل، وبعد كده بنبدا ان احنا ايه نحطها على النار. خلينا ناخد ان شاء الله فاصل وبعد الفاصل نواصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل
بنعمل دلوقتي الايه المحشي زي ما اتفقنا، ورق العنب اهو. بص الطاجن بالكوارع، حطينا بقى ايه شرايح من الليمون، ثلاث فصوص او اربع فصوص من الثوم، حطيناهم بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. واحنا بنحط الميه بلاش يعني ورق العنب ياخد ميه كتير او شوربه كوارع كتير، هو ده بس على قد. شفت عامله ازاي؟ بس نسيبها بقى على نار عاليه، وقبل ما النار العاليه نقوم حاطين الطبق ده، جايبين طبق مدور زي ده كده اهوت، نقوم كابسين بيه بالشكل ده، وبعد كده نقوم حاطين عندنا الغطا ونسيبها مع نفسها. هنخش بقى على ايه؟ على وصفه الجمبري اللي احنا هنعملها النهارده بالملوخيه، او ملوخيه بالجمبري، او جمبري بالملوخيه، عادي برضه الاثنين هيمشوا. هنعملها النهارده ان شاء الله بسمنه الهانم. تعالوا نشوف النهارده الوصفه عباره عن ايه والمقادير عباره عن ايه، وان شاء الله نقدر ان احنا نعملها لكم مع بعض بطريقه بسيطه جدا وسهله. اول حاجه عندي الجمبري الجامبو او جمبري وسط عادي اللي موجود هيشتغل. هتاخدي منه الروس، ونبدا ان احنا نعمل منها احلى شوربه. الشوربه دي هتحط فيها ايه بقى؟ هيتحط فيها ثوم، هيتحط فيها بصل، هيتحط فيها ورق لورا، هيتحط فيها كمون، طماطم مبشوره، وشويه كزبره ايه ناشفه، على شويه ملح. نغلي الشوربه الجميله ديت بالروس ونروقها كده ونظبطها، وبعد كده اهوت نقوم عاملين ايه؟ واخدين الشوربه ديت حاطين عليها الملوخيه، ونعمل احلى طشه في الدنيا بسمنه الهانم. لان سمنه الهانم زي ما اتفقنا هي ده الشكل الجديد بتاعها، بطعم وريحه الزبده الصفراء الاصلي. عاملين شغل عالي جدا، سمنه غير مهدرجه قدام حضرتك اهيت، خاليه من الكوليسترول تماما، وعندنا ريحتها طبعا القويه جدا والجذابه. هنعمل بيها النهارده ايه؟ الطشه النهارده بتاعت الملوخيه. يلا بينا. اول حاجه نحط الحله دي عندي على النار، ونبدا ان احنا ايه نسخن الحله ديت كويس جدا، عشان هناخد عندنا بص الجمبري، خدنا الروس بتاعته اهيت. على فكره الروس الجمبري اصلا بيتعمل منها احلى شغل. ده بيتعمل منها صوصات، يعني دي بتتحط في خلطه وتتقلب، وبعد كده بتتحط في الخلاط ما بهزرش، وبعد كده بتتصفى بيطلع منها شويه صوص تقديمه على السمك الفيليه، حاجه محترمه قوي. فالجمبري كله بنستخدمه، القشر بتاعه بالراس بتاعته بالديل باللحم، كل حاجه له استخداماتها. تمام، يمكن اخر حاجه في المطبخ بنفكر فيها ايه؟ اللحم. كده كده هيحصل في ايه؟ تصويت، طريقه تصويته سهله وكل حاجه، لكن اللي انت تقدري تستفادي من الروس نفسها بتاعت الايه؟ الجمبري. ده اللي هنشوفه دلوقتي. هحط عندي الحله هنا عندي على النار، ونجيب عندي بصلتين اتنين، هما ايه مش مفرومين، فانا ايه هضطر ان انا افرمهم شويه. فاهمه ازاي؟ نفرم عندي البصلايه، وبعد كده هنروح فين؟ عندي هنا على الحله اللي عندي على النار، نفتح السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم. بص حتى هتلاقي نفس اللون، الريحه فعلا بتاعت زبده الصفراء الاصلي، هتلاقيها نفس اول ما تفتحها تشم الريحه على طول. ناخد بقى معلقه منها قدام حضرتك اهي، ونبدا نحطها عندي في الحله، عشان ايه؟ لسه مش هاخد السمنه كلها، لان هستخدم منها جزء تاني للطشه اللي احنا نعملها للملوخيه. سيح السمنه كويس، السمنه الهانم، وبعد كده بقوم واخد عندي البصلايه المفرومه حطيناها، الشكل كده اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقلب الخلطه المحترمه ديت مع بعضها اللي هو البصل. خلينا ننقل ده هنا كده، ادي البصلايه
بعد كده نقوم واخدين عندنا روس الجمبري ضايفينهم مع البصل. بنعمل دلوقتي ايه؟ بنعمل الشوربه اللي انا هستخدمها لايه؟ للملوخيه. نركز مع بعض. هوبا بقى. فص ثوم اقطعه كده شرايح. تمام؟ ناخد اتصال تليفوني. الو؟ الو. ايوه ازيك؟ الو. ازيك؟ ازيك يا شيف محمد؟ بحبك قوي. وانا بحبك كتير جدا، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله، انا بحبك جدا 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 والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي. كنت نفسي اتصل عليك من زمان والله. ربنا يخليك ليا يا رب. انت بس انت احلى شيف في الدنيا دي كلها. والله وانت احلى فاطمه في الدنيا كلها، ربنا يخليك ليا. الله يخليك يا شيف محمد. ربنا يحفظك يا حبيبتي. ماشي، انا بس كنت حبيت اصبح على حضرتك. صباح الفل يا فاطمه، صباح الفل يا حبيبتي. مع السلامه. عسل ما شاء الله. اللون بتاع الجمبري الريحه بدات تظهر اهيت، والالوان الجميله، والالوان الجميله لون الرز. تمام كده، نقوم ايه ما نرحموش بقى، نديله طماطمايه كده مبشوره، ونقوم واخدين عندنا شويه من الكزبره الناشفه، وبعد كده نقوم واخدين عندنا ورق لورق، لان كل ده هيتصفى. ها، حبهان فصين، وشويه من الايه؟ من الكمون. ونقلب يا سعاده الباشا كل ده مع بعضه. الله على الروايح يا عيني. تمام كده، نقوم واخدين عندنا الميه السخنه اللي بتغلي عندي، ونقوم حاطينها على الجمبري. احلى شوربه في الدنيا. امال ايه؟ ما الملوخيه بالجمبري تتعمل بقى، تتعمل صح، تعمل بروايح حلوه كده عشان ايه؟ ناكلها واحنا مبسوطين. نحط شويه ميه كمان، شويه ميه صغيرين كمان، ونقوم ايه مقلبين الخلطه الجميله ديت مع بعض. مش هياخد تسويه عندي على النار، هم دقيقتين اتنين وهنبدا على طول على فكره اللي احنا نشيلها ونصفيها في الحله الثانيه، عشان الحلة التانية هنحط فيها الملوخية ونبدأ نعمل لها الطشة عندنا اللي هنعملها لها بالسمنة الهانم الجميلة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها النهاردة. هنا زي ما اتفقنا المحشي، بصي اهو شغال تمام التمام. نقوم ايه مهدين عليه النار ويسيبه يكمل التسوية بتاعته. معانا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ محمد، الله يبارك لك، كل سنه وانت طيب. الاول انت طيبه يا فندم وحضرتك طيبه. الله يبارك، الله يخليك. انا طالبه منك طلب رجاء ليك، يعني ايوه عاوزه ثلاجه، ما عندوش ثلاجه. الله يبارك لك ويخلي لك دنات يا رب وما تتحرمش منك. ربنا يحفظك. انت عايزه ثلاجه بتقولي؟ اه، ما عنديش ثلاجه، ويعني مع ظروفه زي الزفت ما عنديش ثلاجه، وعايزه ثلاجه عشان بس الحر ده علينا، ما عنديش ثلاجه. طيب حاضر، سيبي رقم تليفونك، ولو حد من جنبك من البحيره عايز يتواصل معاكي يتفضل ياخد التليفون يتواصل معاكي. حاضر، شكرا لحضرتك جدا. هنا زي ما اتفقنا ادي شوربه الجمبري بقت جاهزه معايا، صدقيني ما بتاخدش وقت معاكي كتير خالص. ثواني يا حمدي هنجيب حاجه. السلام عليك يا استاذ حمدي. على هنا استاذ حمدي بقى، ايه هنعمل ايه؟ هنقوم واخدين عندنا حله ثانيه، ونقوم واخدين عندنا احلى شوربه روز جمبري. عايز تسيبيها كمان خمس دقايق كمان كده سيبيها، تمام؟ يعني عايزه تسيبيها كمان شويه سيبيها. نقوم واخدينها ومصفين يا باشا. الله عليك. نقول للروس ايه؟ شكرا، عملت اللي عليكم وزياده. نقوم شايلينها، نقوم حاطينها تاني عندي على النار بقى شوربه الجمبري الجميله ديت، ونقوم جايبين عندنا مضرب السلك بتاعنا. ونبدا اللي احنا نجيب عندنا الملوخيه بتاعتنا قدام حضرتك اهيت.
نقوم ضايفينها ونبدا اللي احنا نقلب. قدام حضرتك بالشكل ده نحطها هنا من اي حاضر اهو بدر ابراهيم. تعالى يا باشا بص الجمال الروايح. لسه الموضوع ما خلصش بقى، ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى؟ هنقوم جايبين عندنا نعمل الطشه اللي هنعملها، لكن الطشه دي مختلفه. هنعملها بايه؟ بالسمنه الهانم. هاخد عندي معلقه سمنه الهانم، طعم وريحه الزبده الصفراء. فعلا انا بفتح انا شامم ريحه زبده صفراء، ده حقيقه خاليه من الكوليسترول تماما، غير مهدرجه. قدام حضرتك الريحه حلوه قوي. طيب تعالى ناخد عندنا معلقه كده حلوه محترمه منها ونحطها. الشكل كده اللي حضرتك كده شايفاه. بعد كده هو بنعمل ايه بقى؟ عندنا الجمبري وعندنا الثوم وعندنا الكزبره، مش دي الطشه؟ قدام حضرتك اهي هتبقى كلها مع بعضها، الاثنين الثلاثه دول مع بعضهم هنحطهم فين؟ على الملوخيه عندنا. ونقلب هنا الملوخيه. بص ما شاء الله بقت عامله ازاي، العرق بتاعها المحترم، وهذا هو المطلوب اثباته. معانا اتصال تليفوني. معانا اتصال تليفوني يا حمدي. طيب الو 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 استاذ ليلى. الو طيب فصل. خلينا ناخد فاصل على ما الملوخيه كده تبدا ايه يعني تستوى معايا كده كويس. لا 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 الجمبري عامل فيها شغل، انا لسه ما حطيتلهاش الطشه ومش قادر، عايز اعيش بلدي. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدا نعمل لها احلى طشه واوريك الجمبري هيستوي ازاي. رجعنا تاني بعد الفاصل بنعمل الطشه دلوقتي. حطينا معلقتين اتنين من سمنه الهانم زي ما اتفقنا، طعم وريحه فعلا الزبده الصفراء، ريحتها حلوه جدا جدا، عاملين فيها شغل جديد عالي قوي بصراحه. اول لما تفتحي تشم الريحه، خاليه من الكوليسترول تماما، غير مهدرج، سمنه محترمه جدا، تقدري انت تستخدميها عندك في الملوخيه النهارده بالجمبري وتعملي منها احلى طشه. حطينا معلقتين اتنين السمنه، بعد كده بقوم حاطط عندي الثوم. نحمص الثوم، واحنا بنحمص الثوم نقوم حاطين عندنا احلى جمبري في الدنيا المتقشر بقى. نحمص الجمبري كويس جدا على الطشه اللي احنا شغالين فيها. وبلاش وانت بتعملي الملوخيه اللي انت تغطي عليها، ونسيب التوميه تتحمص كويس قوي مع الجمبري، وبعد كده بنحطها الكزبره عليها، وبعد كده بنقوم ضايفينها فين؟ على الملوخيه بتاعتنا. هنا زي ما انتم شايفين ادي ما شاء الله الايه؟ الوحشي ورق العنب، هقطع عليه بقى خالص حد ما يكمل التسويه بتاعته. ادي الطبق المكبوس اهو، بص الطبق ده مفيد جدا. ادي قدام حضرتك اهيت طاجن الكوارع تحت بتزغرط.
تمام، نقوم مغطين عليها ونكمل التسويه بتاعتها لحد ما تبدا اللي هي ايه تبرد خالص بقى، وبعد كده نقلبها تهدى شويه. ايه الاخبار يا سعاده الباشا؟ ادي التوم بدا يتحمص والجمبري بدا يستوى معايا. الملوخيه هي بدات تقلب ما شاء الله، ما تحاوليش توطي عليها خالص، ولو الملوخيه فكرت كده تعمل معاك الدنيئه وايه وتسقط منك كده في الحله اديها معلقه خل صغيره. معانا اتصال تليفوني. الو الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ربنا يخليك، اتفضلي. ازيك يا زنة ريمان؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك يا فندم. كنت عايزه اقول لحضرتك اسمك على الحاجات الحلوه اللي بتعملها. اشكرك يا فندم من ذوقك. كنت عايزه طريقه الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه؟ اه. حاضر، من عينيا الاثنين. حاجه تاني؟ لا شكرا. عينيا الاثنين، شكرا لحضرتك. زي ما اتفقنا، هو اسهل طريقه للكيكه الاسفنجيه دلوقتي هو بقت دلوقتي الباكاو بقت بتيجي جاهزه. صدقيني ده الافضل ليك كست بيت. هتلاقي الباكو مكتوب عليه الكيكه الاسفنجيه، اعتقد النص كيلو بياخد كام؟ في كل الشركات ومعظم الشركات اللي منزلينها، في اكتر من كذا شركه منزلينها، النص كيلو عليه 6 عدد بيض. يعني اعتقد 3 شركات هم منزلين الاسبونش او الكيكه الاسفنجيه. الشوكولاته والفانيليا، وفي بقى بالكراميل دلوقتي بقى موجود، وفي بقى بالاحمر اللي هو بالفراوله موجود منها حاجات كتير جدا. فالنص كيلو بتجيبيه بتحط مع 6 بيضات، بتحط ربع كوبايه ميه وتضربيه عندك بمضرب سلك كهربائي او بعجان بمضرب سلك. 5 دقائق بالظبط خفق على السرعه الاخيره، تقومي حضرتك واخداها حطها في صينيه او في صاج وتدخلها درجه حراره 180. تطلع معاك ان شاء الله زي الفل. بتسيبيها طبعا مش اقل من 30 ل 35 دقيقه. بص انا بعمل ايه؟ انا حاطط التوم اهو بيتحمص مع معلقتين اتنين السمنه الهانم، طعم وريحه الزبده الصفراء ريحتها رهيبه فعلا حقيقه. يعني بص الجمبري عامل ازاي، بس اهم حاجه تخلي التوميه تتحمص، الا الطشه مش هتظبط معاكي. احنا بالراحه خالص وما ورناش اي حاجه. على ما تتحمص معانا تعالوا نعمل الاسبرينج رول اللي احنا هنعمله النهارده. جايبين عندي ايه بقى؟ جايبين عندي الفاصوليا الحمراء، على فكره هنعمله في الايرو فراير اللي موجوده ديت، وده يعمله بشكل صحي، فاهمه ازاي؟ اللي هي بتاخد معلقتين ايه؟ زيت. وده ايه؟ ده حضرتك الاسبرينج رول اللي هو بالقمح، فالاكله صحيه مش هتقلي في زيت، تمام كده؟ ايه مقاديرها بقى؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الفاصوليا الحمراء الكمبوت ديت بنجيبها وبنشطفها، بنطلع منها اي ماده حافظه، وبعد كده بقوم حاطط عليها صدانيه اتنين من الدجاج اللي انا بكون سالقهم وفرمهم. بحط عندي الذره الحلوه نص كوبايه، بحط عندي بقدونس مفروم، بحط عندي جبنه شيدر حمراء او صفراء، وبعد كده بقوم جايب فلفل حامي مفروم. ده بالنسبه للحشوه اللي انا هعملها للسبرنج بتاعنا. جميل كده؟ حلو الكلام. اول حاجه بقوم جايب عندي الجبنه الشيدر وحطينا هنا في البوله. اقوم جايب عندي صدور الدجاج او صدر واحد كفايه، واقوم سلقه. بسلقه ازاي؟ بحط معاه حبهان ورق لور وبصلايه وبسلقه، وبعد كده بقوم فرمه. جميل. بعد كده بقوم حاطط الذره الحلوه، يا ريت اي حاجه ما تكونش فيها ميه بس مبدئيا. الصلاه على النبي. لا 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 لا، الموضوع هنا بقى ايه؟ سامحني والله. بص التوميه اتحمصت ازاي، بص الشغل العالي، خدت اللون الذهبي المطلوب اثباته. والجمبري استوى، بتقوم حاطة عندك شويه من ايه؟ من الكزبره ملوخيه، يعني كزبره وتوم. طفش يا بحر، طفش يا حبيبي، مش هي ما بيعضش. الله الله، تمام كده. نقوم واخدين عندنا ايه بقى؟ بص يا باشا بقى، الملوخيه مش الجمبري على الملوخيه، انا اسف، يعني الجمبري يبقى معزز مكرم والملوخيه اتحط عليه. يلا بينا، احلى طشه في الدنيا.
الصلاة على النبي. آخر واحدة. ودي آخر حاجة خالص أهيت، آخر تهوية ليها للملوخية بعد ما اتعملت. خش اضرب واتس يا باشا. دي حاجة جبارة. قلبت يا باشا خلاص أهيت تمام. بقوم سايبها عندي لحد ما تبدأ ومغطيش عليها خالص عند التقديم. وهنا ورق العنب خلاص. تعالوا نرجع عندنا ونشوف عندنا ازاي هنقدر نعمل الحشوه ديت. اقوم جايب عندي الفاصوليا الحمراء، فلفل حامي سبايسي او رومي عادي، وشويه من البقدونس المفرومين. لازم نلبس جلافز بقى عشان هنبدا نسمغ الكلمات دي كلها. وبعد كده عندي نشا وميه اللي احنا حضراتكم هناخدهم ونبدا نلزق بيهم السبرنج بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل لازم اتسمغ؟ ايه اللي بيسمغ بقى فيها؟ الجبنه الشيدر وصدور الدجاج المفرومه، دول هيخليهم مسمغين كويس جدا. ريحه الحشوه دي تحفه يا جماعه والله بجد. هل ينفع نعملها بالتونه؟ ينفع نعملها بالتونه. بص بقى التسميغه بتاعت الحشوه عامله ازاي. بص يا كبير كده اهي، ايه رايك؟ اهي بص عامله ازاي، حشوه سبرينج رول محترمه جدا. كنا زمان كنا بنروح مطعم لا داعي لذكر اسمه، بناخد الايحاد ده اسمه ايه؟ اجرول. كنا بنطلبه برقم، الاربعه كانوا بينزلوا برقم، فده اهوت قدام حضراتكم اهوت. تقدري تعمليه والله في البيت باسهل الطرق. فاهمه ازاي؟ بعد ما يتسمك كده اهوت بنقوم واخدينه ونبدا ان احنا نلفه في شرايح السبرينج بتاعتنا. مش قادر ابعد عنها والله. خلينا هنا نبص على ديت، على ورق العنب. خلاص ما شاء الله دخل في السوى النهائي. بنبدا ان احنا بقى نوطي عليه خالص النار وشرايح الليمون والثوم، وحاطط عليه شويه زيت صغيرين جدا عشان لما نيجي نقلبه يبقى مفلفل معايا. تعالى ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدا نعمل لكم شرايح السبرينج واوريها لكم بعد ما تخلص هتبقى عامله ازاي. استنى استنى، اهلا بيكم رجعنا تاني بعد الفاصل. خلينا نشوف عندنا السبرنج هنعمله ازاي. بجيب عندي زي ما اتفقنا، هو احنا عاملينه بالقمح، فبنحطه في الايه، في الاير فراير بتاعتنا قدام حضرتك اهي. نحط عندنا السبرنج بتاعنا الجميل، على فكره والله بيطلع بطاطس حلو قوي 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 قوي. معلقتين زيت بس. ناخد يا باشا ونشغل عليها ونسيبها مع نفسها تعيش. اديتها كام دقيقة؟ يعني لحد ما تخلص بقى، هظبط لها الدنيا كده اهيت لحد ما تظبط معانا الأداء. هو باين في الشارع في حاجة بتلعب بتتهز، بس ما عنديش الكلام ده. ليه بقى اشمعنى كده؟ الإيه؟ أيوة. لا بس هي أنا عندي الأرقام ثابتة. أنت عندكم الرعشة شاري من كاميراتكم. يعني يا باشا ورق العنب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على رسول الله. ها
احلى شويه كوارع في الدنيا والله بورق العنب. شغل فاخر من الاخر. بص بتلز مش قادره تقع. كله يا باشا مستوي. ايه بص عامله ازاي؟ كله دايب، كله دايب، الله اكبر. شويه كوارع للاكيله. بألف انا وشفا. على طول. تمام اهي. ده انا من الناس بقى اللي ايه اللي لسه طالعين الجيل بقى الجديد يقول لك يا عم كوارع ايه؟ ما يعرفوش، ما يعرفوش قيمتها هيما. الله ريحه البخاري تجنن والله. احلى ملوخيه بالجمبري. يلا الاخير رب كريم. خبطش في الحلل بقى. شويه رز جنبها وبتخلص كده اهوت بالهنا والشفا. معانا اتصال تليفوني. الو 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 السلام عليكم. ازيك عامله ايه؟ سلام عليكم. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ست وفاء عامله ايه؟ ازاي صحتك يا ابني؟ اهلا وسهلا يا ست الكل. حضرتك فعلا برنس الشفاء. ربنا يخليك والله، ربنا يحفظك يا ست الكل. حضرتك عامل حاجات خارج الجدول النهارده. ربنا يخليك يا ست الكل والله، ده من ذوقك على دماغنا يا ست وفاء. ازاي صحتك وازاي اولادك يا ابني؟ الحمد لله بخير يا فندم، ربنا يديك الصحه يا رب والعافيه. ربنا يديك الصحة يا ابني على التعب اللي بتتعبه وعلى الطريقة السهلة اللي بتوصل لنا بيها المعلومة. تعبكم والله راحة بالنسبة لي، ربنا يخليك ليا. أنا عايزة آجي آكل بصراحة. بتفضلي والله تحت أمرك. والله أنا مهما قلت والله مهما قلت مش هقدر أوصف ربنا الجمال والأخلاق العالية، وبشكر الآنسة هالة اللي ربت عليا. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك، أشكرك. شكرا. ممكن ابعت تهنئه لابن الدكتور؟ طبعا طبعا اتفضلي يا فندم. هو في السعوديه في الرياض، وانا ببعت له تهنئه بمناسبه كل ايام حلوه جميله. ما شاء الله، ربنا يخليه لك ويبارك فيه، واحنا بنبعت احلى تحيه من هنا. اسمه الدكتور ايه بقى؟ وتحياتي لوالدتك واشكرها على التربيه الجميله اللي احنا شايفينها. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، وتحياتي لابن حضرتك في الرياض، وربنا يرجحهولك بالسلامه سالم غانم بامر الله. شكرا لحضرتك استوفاء، شكرا ليك. هنا الايه السبرينج زي ما اتفقنا، بفتح كده ونشوف ونطمن على الاخبار. بص يا باشا ايه رايك، شغل عالي والله اهو. نقلب كده تقلبتين ونقوم حاطينها. لا الحاجه تطلع مقرمشه وجميله ومش هتحس ان هي كانت في الزيت ولا حاجه. نكمل التسويه. تعال نحط عندنا شوية من المايونيز، ده الصوص اللي نقدمه معاها. بحط عندي معلقة صغيرة من المستردة مش كتير، تباسكو معلقتين اتنين، وبعد كده هو بقوم حاط عندي نص كوباية من الكاتشب، وبعد كده هو بنقوم مقلبين كل ده مع بعضه عشان نقدمه مع السبرينج بتاعنا اللي بنقدمه. ولو عندك عصير برتقانه ممكن تضيف عصير برتقانه عليه. الموضوع ده كان عايز عيش بلدي يا حمدي. نحطه هنا اهو كده عشان نقدمه مع السبرينج. الكوكتيل اللي احنا عاملينه، كوكتيل صوص اللي احنا عاملينه، وبوريهولك على الهواء. نبص هنا اخر حاجه عشان نبص هنشوف احنا عملنا ايه من اول الحلقه. سخنه وجميله وقرمشه
وصحيه بقى يا باشا، ولا تقولي لي زيت ولا اي حاجه. معلقتين اتنين زيت بتسوي لك الحاجه وتحمرها لك. ده معمول بالقمح، ها، عشان بس الناس تقول لك اللون ايه عامل كده ليه. لا ده هي لون العجينه اصلا اللي معموله بالقمح. وما ما شاء الله بيجيبوا لي هنا في الانتاج دلوقتي، بداوا يجيبوا لي الحاجات كلها صحيه ما شاء الله، حاجه جميله يعني. اه حتى الكوارع صحيه، كله صحي النهارده. دي كانت حلقتنا النهارده اللي اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. عملنا الكوارع بورق العنب، عملنا شويه ملوخيه بالجمبري، محتاج بس ايه حاجه واحده اللي الفقره او الحلقه تخلص عشان نضرب غطس جوه الجمبري، كل واحد ياخد حله ويعيش فيها، وكل واحد منمر على الحله بتاعته. اشوفكم على خير ان شاء الله، حلقه جديده باذن الله من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.